لا ولا تعرفوا حضرتك دكتورة ليلى. معك ليلى، رئيس التحقيق الطبي بإدارة تغير المناخ الشمالي المستدامة. ممكن تكلمينا عن اللي دار في جلسة اليوم مع مؤسسة GGGI؟ احنا في البحرين قاعدين نشتغل على خطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع تغير المناخ بالتعاون مع منظمة النمو العالمي الأخضر، عن طريق تحديد الأولويات في البحرين مثل قطاع الأولويات في القطاع المائي، التنوع الحيوي، وفي الزراعة، وعلى أساس على ضوء هاي الأولويات تم وضع خطة من 48 مشروع تم تقييسها إلى 15 مشروع. هذه المشاريع تعتبر مشاريع تساهم في التكيف وزيادة مرونة البحرين في التعامل مع تغير المناخ. وإحنا في مرحلة ثانية بنبحث عن النوافذ التمويلية لهذه المشاريع. كلمينا عن التحديات اللي بتواجه التغير المناخي في الوقت الحالي. واحدة من التحديات اللي احنا في مملكة البحرين ان احنا نعاني منها هي طبعا ارتفاع منسوب مياه البحر، لان احنا في البحرين دولة جزرية صغيرة، نعاني من ارتفاع مستمر في درجات الحرارة، وهاي كلها تعتبر من تعتبر فيها من آثار تغير المناخ. الأهداف اللي بيهدف لها الوفد البحريني في كوب 27 إيه؟ إحنا في البحرين حابين إن إحنا نركز على إن المفاوضات يتم فيها مناقشة الأمور اللي لها علاقة اللي لها أهمية أولوية لمملكة البحرين. مثلاً إحنا ندعم وجود مفاوضات إلى تمويل الخسائر والأضرار، ما يعتبر من المرات القلائل اللي يتم مناقشة فيها هذا الموضوع. نشكر الرئاسة شرم الشيخ على طرح هذا الموضوع المهم اللي جدا مهم لمملكة البحرين في هذا الكوب. بنشارك طبعا في اجتماعات التكيف والتفكير والتمويل على أكثر من أجندة. خلينا نتكلم عن موضوع التمويل، لان اكتر من دوله اتكلمت عنه، ودعم الدول الغنيه والمتقدمه للدول الناميه. للاسف مع ان الدول المتقدمه التزمت بال100 مليار هدف ال100 مليار لتمويل الدول الناميه، لان من اتفاقيه باريس الى الان لم يتم الوصول الى هذا الاتفاق ولا هذا. الحين احنا قاعدين نناقش هدف جديد عالمي للتمويل. معظم الفرق التفاوضية ان احنا انتقلنا من مرحلة المليار الى تريليون، لكن اذا احنا ما قام المئة مليار ما تم الوصول اليها، كيف سيتم الوصول الى مبالغ تمويل؟ كنت تكلمين عن الجهود المبذولة من السادة المسؤولين في دولة البحرين الشقيقة في قضية التكيف المناخي. في دعم كبير من المسؤولين في مملكة البحرين إلى العمل المناخي، وهذا تمثل دائما بالمشاركة رفيعة المستوى، وجود سيدي رئيس سمو ولي العهد رئيس الوزراء في القمة المناخية السنة في شرم الشيخ والسنة الماضية في كوب 27، وهذا شيء يعكس على أن والالتزامات اللي طرحها سمو ولي العهد في جلاسكو يعكس أيد إحنا في القيادة في مملكة البحرين في العمل المناخي وهذا الوضع العالي. شايفة حضرتك إن كوب 27 هيحقق أهدافه المنشودة يعني؟ احنا نأمل ان يكون في تقدم في المفاوضات المناخية، نأمل ان يكون في يعكس صوت المنطقة العربية ويعكس صوت يعكس المطالبات الدول العربية المتطلبة. في الاخر بقى كلمينا عن كوب 27 بشكل عام والتنظيم في مصر، رأي حضرتك ايه فيه؟ نحن نشكر دولة مصر على الاستضافة وعلى الرئاسة، ونشكر سعادة الوزيرة ياسمين فؤاد على دورها الكبير في المفاوضات العربية.